استضافت مملكة البحرين أعمال المؤتمر التجاري الإقليمي الذي ينظمه مركز أبحاث المجلس الأطلسي ومؤسسة جيفري إم تالبنز بالولايات المتحدة الأمريكية بدعم من وزارة الخارجية. المؤتمر يأتي بمشاركة شخصيات دبلوماسية وأكاديمية من دول منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وخلال الاجتماع أكد الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، أكد حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ترسيخ السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط باعتباره خيارا استراتيجيا لتكريس الأمن والتعايش السلمي. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المراكز الفكرية والبحثية وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة وتشجيع المقترحات البناءة وإقامة المشروعات المشتركة. وأكد الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد مواصلة البحرين جهودها الدبلوماسية في توطيد أواصر التحالف الإقليمي والدولي في ترسيخ منظومة الأمن الجماعي في مواجهة التحديات.